اقتصادي ماشي وقفه احتجاجيه. هذا كان يعني تضامن ما بيناتنا باش نجيو هنا باش نوقعوا واحد المطلب. درنا واحد مجموعه من المطالب واحد العريضه باش نقدموها للسيد مدير المؤسسه. علاش درنا دارت هاد الصيغه هذه؟ لان الموضوع كان بسيط وبدا كيكبر شويه بشويه امام يعني انسداد الافاق ديال الحوار مع المؤسسه. طلبنا من بدايه المشكل هو ان نشوفوا لقاء مع اداره المؤسسه، في حين ان الطالب ديما كان كيتواجه بالرفض. يعني قنوات الحوار تسدات، كاين فقط قناه وحده اللي بقات يعني مشتغله، هي قناه استخلاص الواجبات. واساس الموضوع اساس المشكل هو فعلا هاد اداء الواجبات، لان الاداره طلبات بعد يعني اخذ ورد اننا نخلصوا شهر مارس كامل، شهر ابريل غنخلصوا فيه 50% وشهر ماي تخلص فيه 80% من قيمه الواجبات المستحقه. هذا الشيء زائد على الواجبات اللي هما بالنسبه للمؤسسه كتعتبر يعني حق مكتسب ديال شهر 6 اللي هو مخلص من بدايه من السنه الماضيه. احنا امام رفض اولا الحوار ديال المؤسسه وهاد اللاءات المتكرره ديالها. قررنا نشوفوا شي صيغه من الصيغ اننا نفتحوا باب الحوار. فجات في هذا الاطار هذا جا هاد التنسيق ما بين كافه اباء واولياء التلاميذ. التقينا بالمديره التربويه ديال المستوى الاعدادي والابتدائي وطرحنا المطالب ديالنا. كانت مطالب ماديه بالدرجه الاولى اللي خاص المؤسسه تراعيها، لان مجموعه من الاباء فقدوا العمل ديالهم، وكاين الناس اللي ما عندهم تبارك الله جوج وليدات ولا ثلاثه وليدات، وانه يؤدي ذاك الواجب الشهري كامل اللي كطلبوا المؤسسه، فهذا كاين يعني فيه عدم تحمل الاباء. فطرقنا الباب ديال المؤسسه وناشدنا المدير انه يراعي هذه المسائل ويلغي المبادره اللي كانت عندهم، بانه تلقوا جميع الاباء بلاغ من المؤسسه بتاديه الواجب الشهري بنسبه 80% ولا 100% خصوصا على شهر يونيو 100%. دونك كان رفض من طرف الاباء، وتوسطنا بان نلقاو حل وسط يرضي الجميع مع مراعاه الظروف الاقتصاديه للاسر. الجانب المادي في هذه اللحظه هو اللي تهم كل شيء، داك الشيء اللي كاين. دونك كانت السيده المديره تتواصل معنا حيت هو ما كاينش مؤسسه، تتهضر معنا وتتمشي تعيط لي في التليفون تتقول لها شنو كاين. في الاول قال لنا صيفطوا لي شتي، يقولوا ليه هاد الشيء، يقولوا لي هاد المطالب عن طريق مفوض قضائي ولا بالبريد المضمون. قلنا لي حنا ما متفقينش معاك، مادام معنا الممثل ديال السلطه راه هو كفيل بانه يدير هاد الشيء. داك الشيء اللي قال لنا داك الشيء مو دونك ممثل السلطه وقف قال لهم هاد الشيء اللي تقولوا هاد الناس راه هو هذاك، دونك راه انا راه كفيل باش انني نبلغكم.